معايا عبر الهاتف الآن الكابتن الكبير كابتن محمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام المصرية. كابتن محمد مشرف ومنور. مساء الجمال يا حبيبي، انت منور الدنيا كلها. انا عجبني الموقف جدا باصراركم كلجنة حكام ان بطولة السوبر اللي جاية يكون اللي بيديرها حكام مصريين. اكيد طبعا، هو البطولة دي مين اللي بيلعب فيها؟ فرقة مصرية ولا فرقة عربية ولا فرقة اجنبية؟ فرقة مصرية. خلاص يبقى الحكام مصريين. ما حلو المنطق ده، بس المنطق ده ما كناش بنشتغل بيه. يعني هو الكلام حضرتك فوق الراس وكلام سليم 100% وانا بأيده 100%، بس انا السؤال بتاعي او الاشاده ديت عشان ده ما كانش بيحصل قبل كده، فده خطوه موفقه. لما بدا يحصل يا كابتن من حوالي سنتين، لما بدانا نلعب ماتشات الاهلي والزمالك بحكام مصريين، صح، نلعب نهائي الكاس ونهائي الصوبر بحكام مصريين. احنا دلوقتي بنجني هذه الثمار، وانت شايف حكامنا موجودين في كل البطولات، حكامنا موجودين في تصفيات كاس العالم، كاس الامم. يعني مش عايز اقول لك اللطن كلها مش موجوده في مصر، بتطلع وبترجع. فده نتيجه ثمار او نتيجه شغل انت عملته، وبالتالي بتجني الثمار دلوقتي. وهو ده، ما هو دي احدى مراحل التطوير، انك بتعتمد على حكامك الموجودين يديروا مباراه الدوري المصري بكل انواعه. وبالتالي زي انت ما قلت المقدمه الجميله، بيثق فيك الاتحاد الافريقي، بيثق فيك الاتحاد الدولي، حتى الدول بتجيب حكام بيتحكم عندها في الدوري في نهائي بطولات. وده اللي احنا شايفينه الفتره السابقه، وده ملموس للجميع. يعني ده ملموس اللي اكتر من طبع موجود، ان كمان ست موجودين كمان في كاس الامم الافريقيه، بتهيألي ما حصلتش في تاريخ مصر. مظبوط 100%. كابتن محمد، هل في بطوله السوبر هيبقى فيه عدد اطقم معينه، ولا انتوا مش هتعملوها بعدد الاطقم وهتبقى ترشيحات لعدد مباريات؟ يعني هتقول مثلا هبعت الامارات طاقمين، ولا هبعت ثلاثة، ولا هبعت، هتعملها ازاي؟ يعني خلينا بس ما يعني خليني برضه، احنا عندنا اجتماع يوم الاربعاء، فهنعتمد اخر الاخر ان شاء الله. فده هنحدد يوم الاربعاء ان شاء الله في الاجتماع ان شاء الله. لا ما مش هسالك على الحكام، انا عارف انك تروح للسكه دي، ان انا هسالك بعد كده على الحكام. لا 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 والله، لا لسه خالص والله. طيب الامور دلوقتي يا كابتن محمد مستقرة بالنسبة للحكام على مستوى الأمور المادية؟ كانت بعض الحكام زعلانين على موضوع التصنيف بتاع الحكام، هل الأمور دي هديت خلاص، ولا لسه في حاجات أو ملفات مفتوحة وبتحاولوا تقفلوها كلجنة الحكام؟ لا يعني خلاص هو قدر كبير، يعني حتى لو في بعض الحاجات لا تتعدى يعني 5%. والتصنيف ده يعني انت مش هتحس بيه دلوقتي، لان دلوقتي اكيد في ناس متضرره مثلا في التصنيف القسم الثالث، لان الحكام اول مره تحكم او ما عندهاش خبرات. صحيح. مع الوقت الحكام دي، ما انت دلوقتي حضرتك لما تيجي تقول تطوير لازم تعمل صف اول وصف ثاني وصف ثالث. صحيح. مش معقول هتلعب مثلا بالحكام الدوليين والحكام اللي بيحكموا في الدوري الممتاز كل المسابقات. مظبوط. وبالتالي مش هيبقى عندك. صحيح. فبدأنا نصنف المستوى الأول والمستوى الثاني والمستوى الثالث والمستوى الرابع. هاي. أنا يعني خلي بالك برضو بتكلم بمنتهى الأمانة والصراحة، أكيد في أندية طبعا بتشتكي، وأكيد بيبقى في أخطاء، لكن طبعا الأخطاء موجودة وتفضل موجودة في كل دوريات العالم. وأنا بقول لحضرتك بداية من القسم الثالث اللي فيه طفرة في الحكام صغار السن الموجودين، مرورا بالممتاز به، بالمحترفين، بالدوري الممتاز، آخر الموسم بوعدك هتشوف إن في حكام صغار سن في كل تصنيف هيكونوا موجودين. هو ده المكسب الحقيقي للتحكيم المصري، إن يكون في تواصل ما بين الحكام. كان في حاجة قلتها لفيتور بيريرا لما كان معايا ضيف هنا في رقم 10، وأسألها لحضرتك برضه يا كابتن محمد لو تسمح. ليه ما يحصلش بعد كل جولة ولو حتى بيان توضيحي، مش بقول لازم يبقى في فيديو، بيان توضيحي من اجل الحكام بتقول والله احنا كان عندنا خطا في المباراه الفلانيه، والله كان عندنا اشاده في المباراه الفلانيه، هنا حتى نبقى عندنا شفافيه مع الانديه ومع الجماهير، وتبقى الامور سهله وبسيطه. ده بيحصل في دول اوروبيه كبيره كمان بالمناسبه. يعني احنا ما عندناش مشكله، زي ما بنتكلم على التطوير وبنتكلم على نجاح المسابقه ونجاح حكامنا، لما تبقى في اخطاء بنقول، مش معنى ان احنا بنشيد بالتحكيم عامه نقول اللي ما فيش اخطاء، لا في اخطاء اكيد طبعا. طبعا. وهي دي كره القدم، يعني ده يعني يعني في مثل بيقول او في مقوله بتقول احسن الحكام اقلهم اخطاء، مالش احسن الحكام اللي ما عندوش اخطاء. صحيح. فاكيد في انديه بتتضرر وده موجود في الكوره. صحيح. لكن صحيح. احنا بنحاول ونجتهد ان نقلل من الاخطاء. عارف ليه يا كابتن محمد انا ماسك في الحته الاعلاميه ديت تحديدا؟ عشان انا حتى لما كنت بقعد مع مسؤولي انديه او لاعبين يقول لك بس لما يقولوا لي انه كان في خطا فعلا هحس انه ما كانش في حاجه متعمده معايا او هما مش قصدينها. لا لا أو خلينا كده كده ما فيش حاجه متعمده، احنا فاهمين. انا بكلمك لا لا لا، كلمه متعمده دي مش موجوده تماما طبعا. الحكام المصريين هم يعني من احسن
وانقى الحكام على مستوى 100% العالم. 100% يا كابتن محمد، انا ما عنديش خلاف على ده طبعا، وانت عارف ان انا من اكتر الناس اللي بايد ده، حتى لو انت اختلفت على اي حكم ما ينفعش ابدا تشارك في نزاهته، بس انا بقول لك انه سهل قوي لما تيجي تقول لحد والله كان في خطا هنا، هيقول لك ايه خلاص مش مشكله يعني، جل من لا يسهو، دي اخطاء تحكيميه عاديه، بس احساسه انه حد قال انه مخطئ. بقول لك ده بيحصل في الدوري الالماني وبيحصل في الدوري الانجليزي وبيحصل في الدوري الاسباني. بس خليني اقول لك ان اتفضل يا كابتن محمد. الانديه متاكده تماما ان ما فيش حكم يتعمد ان هو يكون طبعا عنده خطا، وهم متاكدين من هذا تماما. طبعا ما دام انت متاكد كده، قصه برضو على فرقتك، اكيد عندك اخطاء، واكيد اللعيبه عندك بتبقى عندها اخطاء بتغير نتيجه المباراه، فاصبح ده طبيعي ان ده خطا غير مصمود سواء لاعب او سواء حكم، فهو بيحس كمان يعني. احنا لما بيبقى في حكم عنده اخطاء مؤثره، انت بتلاقيه يعني ما بيروحش ايقاف، بيبعد شويه برضو عشان يستعيد ويبدا يتعلم من اخطائه. لكن انت لو هتقعد تكلم كل نادي تقول له والله الخطا ده صح والكره دي غلط، لا، احنا ممكن بنجيب حكامنا وبنعرض الحالات وبنقول بمنتهى الشفافيه قدام الحكام القرار ده صحيح القرار ده خطا، وبالتالي اللي بيبقى عنده قرارات صحيحه او موجود في المباريات بتلاقيه موجود في الماتشات، اللي بيبقى عنده مثلا اخطاء غير متعمده وزي ما احنا متفقين بتلاقيه بيبعد فتره ويرجع تاني، وهي ده حال كرة القدم، ده كل العالم كده. 100% احنا لسه شايفين بعض الأخطاء، مش عايز أقول أخطاء كارثية في دوريات كبيرة جدا، صح. الحمد لله مش موجودة عندنا الأخطاء الكارثية اللي موجودة بالقوة دي يعني، لكن في أخطاء في أخطاء 100% 100%. طيب كابتن محمد، الفترة اللي فاتت دي الأندية، بعض الأندية أو كثير من الأندية استفادت من فترة التوقف للإعداد لاستكمال المسابقات، هل حكامنا برضو كان في مرحلة إعداد أو استعداد للموسم، هل استفدنا كتحكيم من فترة التوقف دي؟ يعني احنا يمكن في عملنا للدوري الممتاز الحكام والمساعدين من حوالي اسبوع او 10 ايام بالظبط، عملنا محاضرات نظريه ومحاضرات عمليه. هايل. وطبعا برضو خليني اقول ان احنا كنا عايزين نعمل تاني، لكن المشكله كانت اغلب الحكام الدوليين والكبار ما كانش موجودين في مصر. فنبدا نعمل الفتره القادمه ان شاء الله للحكام المحترفين برضو بنفس النهج، محاضرات نظريه ومحاضرات عمليه داخل مركز شباب الجزيره، عشان نقدر نوقف على الاخطاء ونقدر نعالج هذه الاخطاء ان شاء الله. كابتن محمد فاروق نائب رئيس لجنه الحكام، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله، دائما مداخله مفيده وفيها رد على كل الاسئله بصراحه، من الناس اللي بترد كمان على كل الاسئله وترد بذكاء، يعني مش شرط يعني مثلا اقول له خطا ايه حصل في مباراه فيرد عليا، بس على الاقل يعرف يرد يعني، فانا بحترم الناس اللي بتعرف ترد بصيغه ذكيه يعني.